أقلعت مركبة دراغون في مهمة لحساب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا حاملة 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، وسيقضي طاقم المهمة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية حيث سيجري أفراده تجارب علمية. وانطلقت المركبة من مركز كينيدي الفضائي التابع للناسا في ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة بحضور نحو 10,000 شخص تجمعوا لحضور العملية الإقلاع. Good calls from the propulsion officers here. Propulsion's nominal.